عمر يجي المطافئ، طالعين فوق السور. باش يخمدوا ما تبقى من النيران كذا تشوفوا الدخان باقي ديال الصاعد. الحمد لله على انه رجال المطافئ اللي قاموا بعمل جبار وفي واحد الطرف وجيز تمكنوا باش يخمدوا هذا الحريق. هذا شاحنتين جاو الاطفاء من الحجم الكبير، تم تسخيرهم لاطفاء الحريق مع الاشاره كيف كتشوفوا قدامنا قدام. فالشرطة مانعين السيارات باش يجيو من الاتجاه الاخر. الحمد لله الحمد لله، وجموع ديال الناس باقيين مرابطين هنايا. السيد مول المحل الله يعوضه خير ان شاء الله، والحمد لله على انه تمت السيطرة على الحريق بشكل كلي تقريبا. يعني باقي رجال المطافئ ما مشاو شي، باقيين داخلين يطلع الكراج لداخل باش يشوفوا وتفحصوا المكان باش ما تبقى حتى شي حاجة اللي ممكن تعاود تشعل العافية عاوتاني من جديد. الله يكون في عون رجال المطافئ اللي تنشكرهم بهذه المناسبة اللي كانوا في المستوى الكبير واستطاعوا باش يسيطروا على الحريق في واحد الطرف وجيز. الحمد لله على كل حال، الله ينجي بلادنا والله ينجينا من المصائب ومن الحوادث. شاحنة الإطفاء الآن تقدم للأمام، ربما هي اللي غادي تكمل المهمة. فأنا اللي علمت دائرة، أنا اللي علمت 19 لأنه عيط الناس المسؤولين وقلت لهم بأنه راه كاين واحد الحريق هنايا في هاد البقعة الأرضية اللي فيها البنوات وداك الشيء، وشفت هذيك البقعة الأرضية. ومن بعد علمت السلطة وعلمت الناس المسؤولين وداك الشيء، وقلت لهم راه كلشي جا وطفاو هاد، لأنه من بعد شعلت العافية في البوطو ديال الضو. فتضريت عاود ثاني درت واحد المكالمه اخرى باش نعاود نؤكد لهم بانه راه كاين حريق، وفعلا توصلوا بهذا الكلام ديالي. والحمد لله استجبوا لنا، والحمد لله جاوا الناس كلشي، جات السلطات، جات الناس الوقايه المدنيه، جات الدائره 8 اللي تنشكرها من هذا المنبر لانه جبد، جات السيد القائد واحد ضرب الاعوان ديالو، والحمد لله تما فاتت الحريق هذا طفى، والحمد لله راه كلشي على ما يرام. بين سولك الله يجازيك بخير، المحل داخل الكراج؟ لا المحل الكراج هو ديال البنوات، يبيعوا البنوات وداك الشيء، فما كاينش خسائر فيه لانه هذه بقعه ارضيه، وكنجي بهذا المحل هذا. والحمد لله راه دازت الامور بسلام، ما كاين لا خسائر وما كاين لا ضحيه، ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه لهذه البقعه هذه اشنو اللي كان فيها، اشنو اللي فاش شعلات العيوش؟ شعلات غادي تكون لانه بنوات، انا تيبان لي بنوات ولا تكون شعلين، يكونوا بحال تكون قطعة، هذيك القطعة الارضيه حاط فيها، ممكن يكون حاط فيها السطوك ديالو ولا ما عرفتش، ولكن الريحه ديال الفنون وكاين حتى جنب الاسمنت تيبان لي تيبان بنوات ما عرفتش. الحمد لله بدا ملي ما تقاش ليش الكراج هذا هو. الحمد لله ما كاينش شي خسائر، الكراج ديالو ما تقاش لانه كاين الحيط طالع،
وهنا بقعه ارضيه كبيره خاويه راه تمات الحمد لله السرعه في فاش عيطنا لهم الحمد لله جاوا بواحد السرعه. لا شوف حنا الحمد لله المغرب ديالنا راه فيه الرجال انا نكتب عليك الكتاب راه كي تعيط تحضر السلطات كلهم تعضوا بواحد السرعه لا يكذب عليك شي واحد. انا راه حضرت كيعيط راه جاوا بسرعه الحمد لله وتفوت لانه علاش خفت انا حيت شعلات كاين هنا واحد كيف كتشوفوها هو وشعلات فيه العافيه هذا هو اللي خفت انا اللي تسرحت العافيه مع ذاك الكبر فعاودت كررت باش نعيط للسلطات والحمد لله راه جاوا بواحد السرعه وانت شتي راه كلشي طفى الحمد لله وكانت في امان الله واحد ثاني.